أكدت مصادر مقربة من ميليشيات الحوثي أنها شرعت ببناء أو بنقل أموال من بنوك في مدينة الحديدة إلى العاصمة صنعاء. وقال موقع المصدر أونلاين إن مشرفين حوثيين وقيادات عسكرية أشرفوا خلال اليومين على نقل كميات كبيرة من الأموال وحملوها على متن ناقلات وعربات مصفحة ترافقها عربات محملة بالمسلحين. وأكدت مصادر مصرفية أن بنوك في العاصمة صنعاء استقبلت اليوم كميات كبيرة من الأموال القادمة من الحديدة. يستفسر أبو الجنوب أحد ضباط الجيش اليمني عبر جهازه اللاسلكي من جنوده عن الوضع الأمني قبل توجهنا إليهم. يتمركزون في آخر نقطة عسكرية من صعدة تبعد عن الحوثيين قرابة 1.2 كيلو، موقع اعتاد الجنود فيه على الاشتباكات ليل نهار. بعد مواقعنا القوات الشرعية مقابلة طبعا العدو تشوفوهم هنا، هذه جبال الشعير والجراشم هنا مقابلة العطفين. بإذن الله إن شاء الله نوصل موقع والشباب موجودين في التارسم ما شاء الله عليهم وحوش هنا. الموقع تحده سلسلة جبال وتعبره الأودية. ساعات قلائل نسمع فيها هبوب الرياح بدل صوت الرصاص. يوم وصولكم بالمنطقة هذه كانت فيها ألغام؟ كانت فيها ألغام وكانت فيها عدو، بس الحمد لله ربك نصرنا عليهم هنا والحمد لله استولينا على مناطقهم وعلى تبعهم. هذه كانت أحد متاريسهم؟ هذه أحد متارسهم. مدارس العدو هنا والحمد لله قدرة قادر أحد الحمد لله أخذنا مواقعهم كاملة. عين الجيش اليمني على صعدة للسيطرة عليها رغم محاولات الميليشيات إعاقته من خلال زرع الألغام والعبوات الناسفة. هاني الصفيان، الحدث، محافظة صعدة.